بدنا أقول لك صباح الخير غالية بغدادي، اختصاصية بعلم الطاقة، واليوم بدنا نستقبل معك فصل الخريف لحتى للناس اللي كلهم يعني يمكن بيعانوا شوي من الاكتئاب أو الملل وما بيعرفوا ليش، نشجعهم لأنه هو البدايات دائما نقول كتير حلوة، بداية فصل، بداية سنة، كل شيء نتمنى يكون حلو. فخبرينا بالأول شو هو الاكتئاب الخريفي وليش بعض الأشخاص بيحسوا بحالة اكتئاب أو ملل؟ تمام، اول شيء يسعد لي صباحكم. الشيء الثاني، هلا نحن على طول بنجذب الحمد لله، على طول بنفكر بالشيء السلبي قبل الايجابي، فعلى طول الخريف لازم يكون في اكتئاب خريفي، بس ما بنفكر بالشيء الايجابي هو بهذا الطقس. يعني نحن على طول بنجذب، يعني على قد ما عم نكرر كلمه اكتئاب 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 خريفي حيصير معنا اكتئاب خريفي، بس نحن ليش ما نشوف الجانب الثاني يلي هو مثلا النسمه الحلوه اللي صارت، الجو الحلو اللي صار. هو بالعموم جو الخريف ما في شيء اسمه اكتئاب خريفي، في شيء اسمه رياح الخريف نوعا ما بتجي جافة بعكس رياح الربيع، رياح الربيع بتجي رطبة فنحن بننبسط فيها، رياح الخريف نوعا ما بتجي جافة بتنعكس علينا سلبيا. شو السلبي اللي فيها؟ السلبي اللي فيها انه بتصير عندك نوعا ما جفاف، ان كان بالجلد بتحسي في تغيير هرموني كامل، يعني لانه هو بين يعني اختلاط بين فصلين. تمام، فهو الجسم عم بيهيئ حاله لشيء معين، فهذا الهواء الجاف شو بيعمل؟ بيعمل نشفان بالجلد، تساقط بالشعر، تعب نوعا ما، يعني بيصير هيك جسمك. ليش انه جسمك تعبان او مالك حيل تعملي شيء؟ لانه من هذا التغيير اللي عم بيصير او تغيير هرموني، حتى خلايا بجسمنا بتبلش تجدد حالها، يعني تتخلى عن شيء قديم ما نحن عم نستفيد منه او خلايا ميته لحتى يطلع شيء جديد. نفس الفكره اللي هي ورق الشجر، يعني نحن ليش ما نتعلم من الخريف انه هو بيعلمنا التخلي عن شيء ما عاد له فائده عنا، يعني هذا اكبر درس انا فيني اتعلمه من فصل الخريف. تمام، انه انا اتخلى، يعني هي تجدد كامل، فانا بتخلى عن ورقه خلص ما عاد لها اي فائده، يبست تعبت خلص، لحتى شو؟ لحتى بلش بدوره جديده، وحتى هالشجره اللي تبلش بدوره جديده تتقلب ويطلع هالورق الجديد وتطلع هالشيء الحلو اللي فينا. نعم غاليه، يعني مر علينا على مواقع التواصل الاجتماعي انه الاكتئاب الخريفي اللي عم تحسوا فيه عادي، فتره بنرجع للاكتئاب الطبيعي، فخلينا نحكي شوي عن هي الحاله المزاجيه اللي عم يمرقوا فيها اغلبيه العالم، وخاصه نحن عنا بسوريا. شفتي في ظروف صعبه ضاغطه بحياتيه يعني عم نعيشها، كيف فينا اليوم نطلع منها؟ زائد هذا التغير الفصلي والخريفي، كيف اليوم الواحد فيه يدرب حاله انه يطلع من حاله الاكتئاب اللي عم تصير كثير مرضيه وعم نسمع فيها؟ يعني تماما، هلا يعني وضع ضاغط ما فينا نحن ننكر هذا الشيء، بس بنفس الوقت انا ما بدي كبر هذا الشيء، يعني انا ما بدي ضل فكر بالموضوع، وحتى ما بدي كتر الاشاعات او اسمع من هذا او اسمع من هذا انه لا لسه بده يزيد اكثر ولسه بده، لا. يعني هي بكل شيء بالحياه او بكل الكون او بكل الارض على طول في فترات بتجي هي ضاغطه، فيها نقص بشيء وفيها امتداد بشيء ثاني، فنحن ليش ما نتاقلم على هذا الموضوع؟ ممكن يكون صعب صح، بس التاقلم شغله كثير حلوة، اني انا خلص انا بهذا الوضع، فانا شو فيني دبر اموري واشتغل على طريقه ايجابيه، لان هي فتره وبتمرق، قد ما كانت صعبه بس هي فتره بالنهايه ورح تمرق. يعني ما في شيء بضل مستمر كل العمر، او ما في شيء بضل يعني بحياته ما في شيء بضل مستمر كل الحياه، على طول له فتره تغير. نهايه، تمام، بيوصل لذروه وبعدين بده ينتهي، فنحن بطريقه تفكيرنا انه خلص فتره وبتمرق، الكلمه بتسهل علينا وكلمة بتصعب كتير الأمور علينا. لما منقول يا الله وشي صعب وشي، نحن زودنا هذا الموضوع. أما منقول فترة ومرقت هونت علي، رجعت جسمي لهذا التوازن، رجعت جسمي لهذا السكون، وبنفس الوقت الأشخاص اللي حوالي أنا نوعا ما أعطيتهم شيء من الإيجابية، بس نضل نكرر الأفكار السلبية. صدقيني في أشخاص رغم كل هالشيء اللي عم بيصير بتحسون كثير ايجابيين وما تاثروا، ليه؟ لان ما عم بيرددوا، نحن مجرد ترداد الكلمه او التكرار بالكلمات السلبيه حتنعكس علينا قولا واحدا وخلص، حنعيش نحن كاشخاص بهاله كلها سلبيه. ولما نحن عم نأول باول عم ننظف افكارنا، عم نفكر بطريقه ايجابيه، كمان حينعكس هذا الشيء علينا، فنحن على طول نفكر بطريقه ايجابيه. وبالنسبه لهذا الفصل يلي الناس عم تنزعج منه، نحن ناخذ الشيء الايجابي منه ونحاول قدر المستطاع نبلش ننظف جسمنا، نساعد جسمنا على التنظيف حتى ما نشعر بهذا التعب. يعني التنفس الطاقي الصباحي، لأنه هذا الجو الصبح بيكون جدا نظيف، يعني طاقة فظيعة، فأنا أعمل التنفس الطاقي اللي هو شهيق
لينتفخ البطن، احبس النفس شوي واعمل زفير. اول شغله نحن فتحنا مسارات الطاقه كلها، ثاني شيء نشطنا اعضاء جسمنا كلها، ثالث شيء اعطينا طاقه لحالنا نقدر نكمل باقي النهار. يعني بتمنى ينعاد هذا التنفس 7 مرات ورا بعضه وكل يوم نعمله هالفتره. الشيء الثاني نبعد عن كل شيء مصنع او ملونات او شيء دسم، لانه الجسم مثل ما حكيت بالبدايه عم يجدد حاله او عم يجدد الخلايا، فنحن بنساعده على التنظيف، ما بنعطيه شيء انه لا خلص يفوت ببعضه ما تعرف شو بده يعمل من كثر القصص اللي عم ندخلها. نكتر شرب مي، نكتر اكل خضره فواكه، نساعد جسمنا. نحن مجرد ما فتنا بهذا الروتين صدقيني ما عاد تحسي بهذا التعب او ما عاد تحسي بهذا الاكتئاب، بس غلط على غلط اكيد حيصير معنا اكتئاب. يعني النوم اللي ما له منتظم، العادات السيئه، المشروبات اللي عم تماما المشروبات اللي مندخلها اللي هي كثير سيئه، فهذا كله اكيد حينعكس علينا سلبا. نحن قدر المستطاع نحاول نساعد جسمنا او حتى هيك نفوت بهذا الفصل نكون كثير مبسوطين. غاليه من الامور يمكن يلي الاشخاص ما كثير بينتبهوا له، انه الاكتئاب لما بيوصل لذروه كثير عاليه بنصير يمكن بحد خط الخطر مثل ما بنقول نحن، وممكن بعض الاشخاص سمعنا عن حالات انتحار حتى، خلينا نقول مو بس بسبب الاكتئاب الخريفي او غيره، لا بيكون في عندهم اكتئاب بشكل خاص. شو بتوجهي كلمه او نصيحه للاشخاص اللي بحسوا الاكتئاب زاد يمكن عندهم، وتفريغ هي الطاقه اللي عندهم ان كانت سلبيه باي طريقه؟ تماما، هلا هدول الاشخاص هن نوعا ما تفكيرهم بالحياه سلبي، بفكروا على طول بطريقه سلبيه. من وقت ما كانوا صغار الدعم النفسي كثير مهم للطفل، يعني الام لما تشوف ابنها بلش ينزوي من وقت ما بيكون صغير او حتى عم بيقتل لعبه او عم بيشق ورقه او عم بيقتل اخوه او عم يعمل عادات بتحس فيها انه فيها عنف وبعدها بينزوي، نحن فورا بنحاول نعدل هذا المزاج او نعدل هي العاده فورا، ما نترك شيء لبعدين. للاسف نحن لا بنترك 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 بعدين نجي بنقول تمام انه يي ابننا صار معه اكتئاب، طب ليش هذا الاكتئاب؟ نحن على طول لازم نضل ورا اولادنا لنشوف شو تفكير شو قصصهم، حتى نحن اذا كنا عم نعاني من شغلات سلبيه ما لازم نحكيها نحكي مع اطفالنا، ما لازم نكرر انه يي الوضع صعب، يي كذا، يي هي شيء نحن بنفهمه، بس هن ما حيفهموا، نحن بنقدر نعدل، نحن بنقدر نظبط امورنا، بس هو ما حيفهمه، هو حيروح فورا انه ماما متضايقه، بابا متضايق، حيفوت بحاله اكتئابيه كثير فظيعه، فنحن ما لازم، بدنا ننتبه لهالقصص. الشخص طول ما عم بينظف اول باول افكاره وما عم بيخلي فيه تراكمات صدقيني ما بيصل لهي المرحله الاكتئاب. يعني انا حكيت قبل وبرجع بحكي انه انا مره بالاسبوع اعمل ورقه اعمل جدول اكتب الايجابيات واكتب السلبيات، اقعد صفي ذهني، شخص زعجني، موقف زعجني، امر زعجني، اكتبه على ورقه واحرقه وانا عم بتطلع عليه. هذا تمرين بيعطي للعقل الباطن انه هالفكره خلص ستوب انا ما عاد بدي افكر فيها. هون انت عم بتنطفي التراكمات السلبيه اللي موجوده عندك، ما عاد تعاني من هالقصص او ما عاد يصير عندك شيء سلبي او تراكمات سلبيه، بقى بدنا ننتبه كثير لهذا الموضوع. نعم، غاليه خلينا نحكي شوي عن قانون الجذب، وخاصه انه نحن هلا بأمس الحاجة إليه. شو هي العبارات المحفزة لأي شخص إن كان عنده مشكلة حياتية عملية خاصة، مشكلة بالاستمرارية، يعني مثل ما بنحكي باستمرارية اليوم أو استمرارية بالعمل أو بعلاقة؟ تماما، هلا التكرار مثل ما حكيت قبل شوي انه انا بس كرر الكلمه 800 مره او يكون لها تكرار اكثر من مره هي صار لها كارما كونيه، انت حملتي طاقه هي الكلمه، على طول نحن بنقول الكلمه لها تردد كوني، فانا بدي انتبه على الكلمات اللي بتطلع مني، قد ما كنت مزعوجه، قد ما كنت متضايقه، انا بدي انتبه شو عم ردد او شو عم عيد انا عن حالي. يعني انا في ناس بتفكر انه شيء حلو، انا عصبيه، انا عصبيه، انا نكديه، انا نكدي، انا كذا، طب هذا الشيء صدقيني ما انه حلو. يعني او مثلا بيقولوا لك انا مالي محظوظه، انا نحس، انا وين كثير بنسمع تماما هي الصبايا كثير بيكرروا بيفكروا انه شيء حلو انه انا عم اعترف بشيء معين او انه انا عم بحكي عن حالي بكل صراحه. لا، هي اكبر غلطه بتعملها الصبيه. انا لو كان عندي هذا الشيء ولو بعرف انه انا ممكن يكون مثلا ما عم تزبط اموري او في عندي شويه على القلب، بس انا ما بنشرها على العلن وبشي وبحكي لانه تحكي العكس يعني. تماما، لانه انا هي الشيء حيتثبت عندي، يعني بعد فتره انت بتكون ممكن زبطت امورك، بس وين العرق اللي حتكون من الناس الاشخاص؟ شفتوا هاي هي نحس، هي كانت تقول عن حالها اجتمعنا ونحس، وحدا يقول للثاني فتثبتت عندك بالكون انه انت خلص طاقتك هيك. نحن ليش ما على طول نشتغل على الشيء اللي هو اسمه التوكيدات اليوميه؟ شو يعني التوكيد اليومي؟
نحن لما على طول اول ما بنفيق الصبح نردد لانه شيء ايجابي انه نهاري حلو. تمام. انا حلوه. انا حلوه. حتى كثير حكيتي شغله حلوه انه بالفعل نقول هالكلمات، ندعم حالنا ما نستنى حدا يدعمنا. صحيح. بحب الورد بروح بشتري ورده لحالي، ماني مضطره حدا يقدم لي ورده حتى اكون انه انا مبسوطه. بحب شيء الي خاص معي بروح بشتري، ما استنى من حدا. تمام. لما اعمل اي شيء الي ما استنى، او حتى للناس ما استنى مقابل انه انا عم بعمل هذا كرمال هيك، لا ابدا ما نستنى مقابل، على طول يكون نحن اول داعم للشخص هو. ما حدا بيدعمك، ما حدا بيوقف معك، ما حدا سندك غير انت. فعلى طول التوكيد اليومي انه انا ناجح، انا نشيط، انا سعيد، انا مثل ما قالت انا حلوه، مثلا انا رشيقه، انا ما بكبر، مثلا انا عمري بوقف على 28 على 29، ما بتحسي حالك؟ هي كلها توكيدات وبيشتغل عليها عقلك الباطن، لدرجه انه احيانا بنشوف شخص تطلعي انه انت عمرك هيك والله ما مبين، بيقول لك انا على طول بقول عمري 28. شو يعني؟ هو حط برمجه لحياته انه انا خلص عمري 28. فانت وقت بتشوفي بالفعل عمره 28، برمجة عقل الباطن هي كتير مهمة بحياتنا. لما انا ببرمج صح صدقيني لح تتغير كل حياتي، بس مو انا اشتغل اسبوع بعدين اجي اقول ايه ما زبط شيء، لا هذا ما بيزبط، لا انا بدي اقل شيء شهر، بعد الشهر شوفي شو حيصير معي. فنحن على طول لما بنحكي مع حالنا كلمات ايجابيه شوفي قد ايه حتنعكس علينا. فما بالك اذا انت عم تحكيها مع طفلك او مع محيطك، انت عم تحكي الكلمه عم تعطي الشخص الايجابيه. يعني الفتره اللي بده اياها الشخص حتى يطلع بالتحفيزات اليوميه او التوكيدات اليوميه مده شهر غاليه. تماما. هلا من بعد الاسبوعين بتبلشي تحسي انه في شيء عندك بلش يتغير. اذا كان مثلا الشخص ما عنده ثقه بحاله ببلش يحب حاله، ببلش يوقف على المرايه يتامل حاله، كان قبل يوقف على المرايه يطلع طالت لي حبه، عيني هيك عامله، هون تمي ما نظابق، عرفتي؟ بتصيري بقى بتوقفي على المرايه بتبلشي تقولي كثير حلياني انا، عن جد ما في حبوبي وشي، ما في هالشغله، ما في، بتبلشي ما شاء الله تماما بتبلشي تمدحي حالك، يعني بتبلشي تحسي انه في تغيير. على الشهر بتحسي انه لا انت ثقتك بالفعل صارت كثير قويه وبلشتي هيك يصير عندك طاقه كثير حلوه. فبهذا الوقت عن جد ندعم حالنا. تمام. يعني حتى انا بقول لهم وقفوا على المرايه وبوسوا حالكم، يعني اعملي هيك انه انا كثير نهاري حلو وامشي. فقديش هي طاقه ايجابيه. تمام. هلا بما انه نحن مستمرين بالحديث عن الاكتئاب الخريفي، شو بتحبي توجهي نصائح لكل الاشخاص اللي متمسكين بهي الفكره، خريف يعني اكتئاب، خريف يعني زعلان بين ما قطعنا هذا الفصل؟ تماما. هلا هي افكار نحن بنزرعها، هي افكار نحن بنحطها ببالنا وحتى ببال اطفالنا وبيحملوها عاده. يعني الطفل بيشوف امه عم بتقول هيك بيكبر الخريف اكتئاب، ما انا هو لسه ما بيعرف شو، يعني كله بكون عمره 12 سنه ما بيعرف شو، بس سمعها عن امه. فنحن ننتبه شو عم نردد، ننتبه شو عم نحكي، على طول نحكي بطريقه ايجابيه. بتمنى من الاشخاص اللي هلا عم تسمعنا تعمل التنفس الطاقي اللي حكيت عليه، تكثر شرب مي، تساعد جسمها على التاقلم، تاكل خضره، تاكل فواكه، وعلى طول التوكيدات الايجابيه، لانه الكون صدى مثل ما بترسلي رح يرجع لك. فكرتي بطريقه سلبيه حيجيك السلبي، فكرتي بالايجابي اكيد كمان حيجيك الايجابي. نعم. غاليه بالختام كمان الاشخاص اللي بيحبوا فصل الصيف كثير وبيكرهوا فصل الشتاء وفصل الخريف، نحن هدول انا وفرح منهم يعني. كمان كيف فيهم يهيئوا حالهم لتقبل جميع الفصول؟ تمام. على طول شوفي الجانب الايجابي، يعني شوفي الصيف تذكري البحر، تذكري الالوان، شوفي الشيء الحلو اللي فيه، انسي انه في احيانا بيجي فترات بيكون فيها كثير شوب، شوفي الشيء الايجابي، الطلعات، الفوتات، السهرات، يعني انت بتمشي بالليل قد ما تاخر الوقت بتكوني كثير مبسوطه ما عندك شيء. بالشتاء تطلعي هيك شوفي هالمطر وقت بينزل الشجر وقت بينبر، ريحه المطر قد ايه حلوه. على طول باي فصل نشوف الشيء الايجابي فيه، وما ننسى انه نحن ما فيني اقلمك، انا انت مواليد انو شهر، ولدانا بالشتاء فحتحبي الشتاء، ولدانا بالصيف حتحبي الصيف. نعم. هي اكيد قاعده اساسيه. اكيد. شكرا كثير لك غاليه وعلى طاقتك الحلوه، على الكلمات الايجابيه اللي عم تعطينا اياها. شكرا لك. شكرا لك غاليه، وان شاء الله هيك دائما نضل هيك شوي عنا امل، شويه امل ان شاء الله. شكرا لك.